السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من جي اش 4 سيكتور 4، وكيف ما كتشوفوا اللمسات الأخيرة من ناحية ديال البيطون اللي كيدار في الجنبات، والتقنية العجيبة اللي كتخلي لنا واحد الأمر اللي هو جميل هنايا صراحة. تبارك الله، داكشي غادي بواحد الوتيرة مزيانة، الله يسخر الأمور. من بعد ما غتسالي هذه العمليه ديال البيطون، غادي يكون عندنا عمليه تصفيه الشوارع. تصفيه الشوارع اللي كتعتبر المرحله الاخيره قبل ما كيدوز الجارديناج. وهاجي نشوفوا الجارديناج فين وصل. هنا عندنا السيكتور 4، وكيف ما كتشوفوا العمليه ديال الجارديناج هنا تبارك الله زينات القضيه زيانت وبدات كتبان الحمد لله، الله يسخر الامور. خوتي كما كتشوفوا حنا الان كنتواجدوا بالسيكتور 4 اللي تبارك الله الاشغال مشات بواحد الوتيره مزيانه بعد ما كانت في البدايات ديالها. كنشوفوا تبارك الله، كنشوفوا النخل تحاط، كنشوفوا العمليه ديال الجارديناج في كل مكان، وكنشوفوا اغلب العمارات فيهم اللمسات الاخيره ديال الفينيسيو، وهذا امر جميل. هذا امر جميل يبشر بانه ان شاء الله الناس اللي عندهم في الوريقات ديال البون ديالهم السيكتور 4 فيستعدوا ويوجدوا راسهم ان شاء الله. اكيد من وراء رمضان غتكون مجموعه من المعطيات اللي هي جديده، من وراء رمضان غتكون امور جديده، نطلبوا ربي تيسر ان شاء الله. عمليه الهدم غتكون كبيره وفي 5 ديال الدواوير، فيها دوار ال الحارث وبالناصر الشمالي ولاد مطاعه الغربيه وسيدي محمد الشريف، دوار الهنان، وربما ينضافوا دواوير اخرى، لان السيكتور 7 باقي كيديروا فيه القرعه، والسيكتور 8 باقي فيه الاشغال، والسيكتور 1 باقي خدامين فيه راه تبارك الله وصل لواحد المراحل متقدمه. الضوء هو كاين، والسيكتور 4 يشرف على النهايه ديالو، على مشارف النهايه. الله يسخر الامور يا ربي، والله يسر الجميع. الى هنا متابعينا الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.